نعم. فضيلة الشيخ محمد، أشهد الله على حبكم في الله الحاضرين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الملكين للميت في القبر واضح بالنسبة للذي يموت ويدفن، ولكن الذي يموت وإيش؟ ويدفن. نعم. ولكن في بعض الأحوال فضيلة الشيخ يوضع الميت في الثلاجة لمدة قد تصل إلى شهور، فمتى يتم سؤال القبر؟ فمتى يتم سؤاله في القبر بالنسبة له؟ هل بمجرد موته أو بمجرد وضعه في القبر؟ وفي بعض الحالات فضيلة الشيخ لا يتم دفن الميت كأن تنفجر به الطائرة أو يموت في البحر، فكيف يكون سؤال ملكين أيضا في القبر بالنسبة له ومتى ذلك؟ العلم عند الله، لكن أرى أنه متى سلمه أهل الدنيا إلى عالم الآخرة حصل السؤال، وأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يسأل إذا دفن بناء على الغالب المشاهد. فمثل هذا الذي يوضع في الثلاجة حتى تنتهي إجراءات موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الآخرة، بمعنى حتى يدفن. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب، لأن لن نستطيع دفنه ولا نطلع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة غائبة. وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين، فما دام لم يدفن فإنه لا يسأل. نعم.